اهلا بحضراتكم من جديد. في لقطه بس كده عايزين نعلق عليها وفيما يتعلق بمران الاهلي اليوم وحضور انيلكا. بخلاف حضور انيلكا يا ريت نجيب اللقطه يا بيبو. كان في يافطه كده الجمهور النادي الاهلي حاططها. اليافطه دي بتلاقيها في اي حته، اي حته بيكون النادي الاهلي موجود فيها بتلاقي يافطه اعظم نادي في الكون. ففي الحقيقه شيء مهم ومميز جدا، وان ده اللي يدل على ايه؟ يدل على تواجد جمهور النادي الاهلي في كل مكان، اي حته، في افريقيا، في اسيا، في اوروبا. لما في النادي الاهلي سواء معسكر، مباراه وديه، مباراه رسميه، بتلاقي جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر فريقه. فيافطه مهمه جدا ولقطه غايه في الاهميه في الحقيقه، وبتدل كمان بخلاف ان هو اعظم نادي في الكون، لا بتدل كمان على عظمه جمهور النادي الاهلي اللي موجود في كل مكان. طبعا نروح نشوف اخبار